في حدا قال اسمي وانا وصلت فورا اجيت وجبت معي عصير طعمته كتير طيبة. شوفي اختي انت خال شوريا ولازم تشرفوا على هالامور. انا عم استنى من زمان وانطر هاي اللحظة اختي، بس حابب اعمل كل شي بطريقة مميزة. ما فهمت. انا اليوم رح احتفل بابن اختي. سنجي فيك تأجلها لبعدين؟ عادي ماما، لازم يتحقق حلمه بهاليوم. اللي خالي شو بدك يعني ساوي لك؟ بدي اياك تكون مبسوط وسعيد بحياتك، هالشي المهم. بقصد انا انك رح تتزوج، متأكد رح يصير عندك عيلة بتجنن. بس يا سانجي مو وقت هذا الحكي. بس نحن لازم نستغل هاللحظات الحلوة اختي، ما في داعي تعقدي كل شيء. يلا ابن اختي تفضل. مثل ما بدك خالي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.